والله يا عبد الله اني اتذكرها اني ودي ارفع يدي اقول ابي انسحب من الاختبار. الدمع بعيني انهبلت، ماني بقاعد اقرا الكلام ما افهم وش يقول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، يا اهلا يا اهلا ويا سهلا يا سهلا، حياكم الله من جديد. الاسبوع الماضي قابلت عمر بالصدفه ويمكن تكلمنا مع بعض 30 ثانيه اعتقد او دقيقه بالكثير، وهذيك الدقيقه كانت كافيه انه اعرف ان عمر يعني انسان مختلف وعنده كذا تجارب رهيبه. حياك الله عمر. الله يحييك ويبقيك. عمر خلينا نبدا كذا مع بعض من سالفه اختبار القدرات. ممتاز. ايش اللي حصل معك؟ كيف بدا معك الموضوع؟ كيف كان اول اختبار؟ ولين فين وصلت؟ انت خلاص خلصت الفرص كامله. الان خلصنا الفرص كامله الحمد ممتاز. لله. حكينا الهرجه. بدايه القدرات كانت التجربه لي بالبدايه كنت سيء من ناحيه المعلومات ومن ناحيه المعلومات سواء على الاختبار او على الكمي واللفظي بشكل عام يعني. ممتاز. اضطريت اني اذاكر شهرين، وطبعا شهرين كان هو الوقت اللي انا احتاجه لمذاكرة القدرات. ذكرت شهر من الصيفية والشهر الاخر كان من وسط الدراسة، كان معي احد المحفزات ولد عمي كان موجود. كان يفرق معاك انه يكون واحد ثاني يذاكر معك؟ اي الصراحة، وخصوصا بالذات ولد عمي، لان كنت ابي يجيب درجة فكنت اشد بالمذاكرة انا وياه، وانا كنت زي ما قلت لك سيء. بالبداية. قبل أتكمل ودي أوقف كذا مع هرجة إنك تذاكر مع ولد عمك. إيه. كنت مأخذين الموضوع بجدية ولا من جد يضيع الوقت؟ ثمان ساعات. يعني مستحيل كان الموضوع يطلع عن إنك تذاكر، يعني ما يتحول فجأة تلعب بالسيف. لا. ولا سواليف. لا عشان كذا دائما نختار كافي، ما في نت وجوالاتنا مركونة ما حد يفتح. أوكي، لأن واحدة من أكبر المشاكل إنك تذاكر مع واحد ثاني هي الأشياء اللي تشغلك عن المذاكرة. صحيح. فأنت كنت مأخذين الموضوع بجدية تامة، إحنا جايين نذاكر. صحيح. وهذه زي ما يقولون لا تضرب نفسك مقتل، إنك تروح قال لك تكذب على نفسك تذاكر مع واحد ما عنده الجدية إنه يذاكره. فأنت اخترت الشخص الصح. إيه؟ والتزمت بهالشيء. والتزمنا والله الحمد. ممتاز. ارتفعت درجته وانا كذلك جبت 86. هذا اول اختبار لك. هذا الاختبار الاول. طبعا تعلمت من اغلاطي. كان اكبر غلط لي سالفه التضليل وكنت مستهين فيها، يقولون ركزوا بالتضليل. كنت يا عبد الله السؤال الاول حاطه بالجواب الثاني وما استوعبت الا بالقسم الثالث عن طريق الصدفه، ولا كان درجتي ما بالغ اذا كانت يمكن حول 30. كانت أول أربع أسئلة كانت ألف، وأذكر أني استغربت قلت غريبة كلها ألف، بعدين شفتها ثلاثة يمكن حل القسم الثالث واستوعبت الغلط، فضيعت ما يقارب العشر دقائق وأنا أمسح وعدل وأمسح وعدل، وفي الأخير لسه بقيت أسئلة ما قدرت. هذا هو على القسم الأخير ما يقارب الـ15 سؤال، على آخر دقيقة أضلل خمس أسئلة ما قريتها حتى على طول. فالحكسة اللي تقدر تلحق عليه. إيه؟ طيب الاختبار الثاني 88. تعدل سالفة التضليل لكن برضه غلط غلط. الحرص الزايد والشد اني ابي اجيب الدرجة، انا كان اختباري مسائي هو اللي ما افضله الصراحة، بحكم انه انت بالمساء عندك فترة صباحية. صحيح. الفترة الصباحية هذه قد تواجه اشياء بالصبح وانت قايم تأثر على اختبارك، هذا اعتقادي انا وهذه تجربتي. اتفق معك تماما، غير انك انت اول ما تصحى من النوم تكون مركز بشكل ممتاز تمام عليك، يكون مخك فريش على هالشيء. جدا اتفق. وهذا ناكس علي، جبت 88 بالقسم الثالث. والله عبد الله اني اتذكرها اني ودي ارفع يدي اقول ابي انسحب من الاختبار. الدمع بعيني انهبلت، ماني بقاعد اقرا الكلام ما افهم وش يقول، لا كمي ولا لفظي، اسئله تافهه، معادله بسيطه ما اقدر احلها. ليش؟ لانه اختبار التهيئه والتدريب اللي انصح الشباب فيه، لانه اختبار من نفس قياس محاكاه لاختبار القدرات تقريبا، حطيت جل تركيزي فيه. هذا كلام في الصباح واختبارك في المساء. تمام عليك. فانت استهلكت طاقتك وتركيزك في يوم الصباح. كان اختبار ثلاث مرات قدرات بيوم. فصار الثالث مرة انتهيت أنا. فبالتالي إذا أنت اختبارك أنت أول شيء تفضل أن يكون اختبارك الصباحي، لكن لو كان مسائي خذ راحتك في صباح ذاك اليوم. صحيح. ممتاز. هذا بالقدرات صعب. بالقدرات قد أختلف بالتحصيل اللي نتطرق له بعدين، لكن ممتاز. إيش الفرق في التحصيل؟ ممكن التحصيلي لأنه تنزل تجميعات، فممكن لا أخذت مسائي بتجيك الصباحي. فتفيدك. أوكي. ممكن والتحصيلي أنت ما تضطر في الحسابات ما تضطر تشغل عليك فعلا. فهذا خلينا نوقف القصة لهذه الثواني وأقول لك عن حاجة مفيدة لك. دائما السؤال عند أي طالب مقبل على القدرات، من فين أذاكر؟ دورة نينو للقدرات واللي سبق وطلعت عليها شخصيا ونصحت فيها قبل كذا، لأنها تغنيك عن أي مصدر إضافي، متوفرة أونلاين وقيمتها 300 ريال. في وصف الفيديو راح تلاقي روابط لحسابات المدربة على إنستغرام، على تليجرام، على يوتيوب. أول شيء اطلع على طريقة الشرح واللي فعلا مقنعة، وناسبتك اشترك في الدورة لأنها متاحة
الآن. كل التوفيق، نرجع لقصة عمر. طيب أجل خليني أروح معك الاختبار الثالث. طبعا كل هذه الاختبارين كانت ورقية. ورقية. الاختبار الثالث الورقي كم كان؟ إيه 93، وكان بعده بيومين اختبار قدرات محوسب، لكن كان في عامل، أحد العوامل اللي فعلا تعطيك يعني بوست لأي شيء، المنافس. كان أحد الشباب منافس لي وجاب 100%، فأنا ما أقدر أتأخر عن الصديق المنافس، فاضطريت أني أشد حيلي بالتسع أيام هذه، ما يقارب باليوم يمكن أذاكر 200 صفحة من تجميعات 85. ممتاز. وكان فعلا تكرر معي وجاني ما يقارب يعني خلينا نقول نسخ لصق من اللفظ. أجل أعطيني سالفة المحوسب أو آخر اختبار خلينا نقول. إيه؟ اللي جبت فيه له كم؟ 98. 98؟ إيه؟ بدون ما ذاكر قبلها؟ بدون ما ذاكر هذيك، بس يعني بعد اختبار الورق ال 93 الأخير اختبرت محوسب جبت 96. ممتاز. برضو غلطت فيه غلط اللي هو في ثلاث أسئلة ما حليتها نسيتها، وهذا الغلط لأنه في تعليمات من نفس القياس اللي هو بالمحوسب أول ما تدخل، أنا سويت له سكيب، أنا أعرف الكمبيوتر والأمور سهلة، تورطت الصراحة. إيه، وعندهم أنظمة بسيطة الشباب بيعرفونها أول ما يدخل، هذه أثر علي إني أفقد ثلاث درجات. طيب المحوسب بالنسبة لك كان أحسن من ورقي في إنه الراحة. ممتاز. تكرار الأسئلة بحكم أن الورقي أنا ما أؤمن أنه في التجميعات ما في يعني يتكرر سؤال سؤالين، هذه ما تفيدك. ممتاز. أنت مضطر تعرف كل شيء. الورقي المحوسب لا فعلا تكرر معي. الاختبار الأخير ما أقدر أقول لك تكرر ولا لا بحكم أني ما ذكرت إلا قبله بيوم، لكن كان عندي المعرفة. أختم لي الموضوع بنصايح سريعة طخ 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 كده ورا بعض. ممتاز. أولا لا تقعد تقول لي أنا أذاكر باليوم 8 ساعات، قل لي 8 ساعات وش سويت فيها؟ 8 ساعات دي هل فعلا أنت ذكرت ولا قعدت أغلبها على جوال؟ فهي بإيش قاعد تسوي مو بالمدة. ممتاز. تمام عليك. الشيء الثاني ما أفضل مذاكرة الجوال، في ناس وأنا منهم تضبط مع مذاكرة الجوال، لكن قفل لي الإشعارات لأن الجوال بكل بساطة ترفع الجوال تقدر هي ضغطة زر وتلاقي نفسك قاعد نص ساعة في منطقة مختلفة. ممتاز. وهذه كارثة وتأخذ وقتك والمعلومات تتبع بعض. ما تقدر تسوي سكبين بالغالب. الشيء الثالث لا تقارن نفسك بأحد، بمعنى لا تقول فلان جاب درجة أقل مني فأنا كويس، لا، أنت دائم حط نفسك بطموح عالي بحكم أنك أنت مع مذاكراتك بإذن الله بتتطور، وأنا مثال على ذلك. ولد عمي ما قلت لك درجته كان بالبداية 75 ثم 76، ومع أنه ترى كان يحفظ التجميعات بالنص، يعني بالنص، بس ما كانت تفيده. ليش؟ لأنه حفظ النص ما يفيد. الاختبار الثالث ما شاء الله عليك، أو الاختبار اللي بعد ما ذكرت نفس درجتي. ما شاء الله 10 درجات وفادته. إيه ما شاء الله تبارك الله. فهذه أهم النصائح. يعطيك العافية عمر، صراحة سعيدين فيك، فخورين فيك جدا. الله كل التوفيق لك، والله يسهل أمرك ويسر دربك يا رب. الله يعطيك العافية حبيبي، فرصة سعيدة. جزاك الله خير.